ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تزامناً مع الذكرى التاسعة لخروج حركة 20 فبراير، شهدت عدة مدن مركزية بالجهات الترابية للمملكة مسيرات احتجاجية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، ومرفوقة بإضراب عن العمل لمدة 4 أيام. واحتج الأساتذة المتعاقدون بشوارع طنجة والرباط والدار البيضاء ومراكش وإنزقان وفاس وبني ملال رافعين لافتات كتب على بعضها: لا تنازل عن إسقاط التعاقد، نضال وحدوي من أجل الإدماج دفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين. كما حمل المحتجون لافتات عليها صورة عبد الله الحجلي والد أستاذة متعاقدة توفي إثر احتجاجات بالعاصمة الرباط، وردد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد شعارات ضد حكومة سعد الدين العثماني ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من قبيل: هزوا زير وحطوا زير، لا إصلاح لا تغيير، العثماني زيرو وأمزازي زيرو وبغيناهم يطيروا، ما دار والو ما دار والو، العثماني يمشي في حاله، ما دار والو ما دار والو، أمزازي يمشي في حاله. ويشار إلى أن احتجاجات المتعاقدين تتزامن مع احتجاجات جهوية دعت لها الجبهة الاجتماعية تحت شعار تقهرنا، وذلك تخليدا للذكرى التاسعة لحركة 20 فبراير وللمطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي. حركة اشعلها أستاذي، وهبت ريح الحرية، وهبت ريح الكرامة.
رزقنا في خيرتنا وفين رزقنا في خيرتنا وفين رزقنا في خيرتنا وفين رزقنا وكنا وهكرو نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية.